السلام عليكم، سميتي فيصل عكور، مواليد 2009. الحمد لله اليوم دوز التيست ديال نادي الرحال. الرحال اللي معروف تقريبا كلشي كيعرفو، نادي اللي كبير، خرج بزاف اللعابه، خير مثال اشرف داري اللي كيلعب في بريست. كنتمنى نقدم الاضافه لهذا النادي هذا، وان شاء الله نزيدو به القدام حتى حنايا ونوصلو حنا داكشي اللي بغينا في الكره. اسمي حمزه مروان، المركز حارس مرمى، كنسكن في الولفه. العمر ديالي 15 عام، مواليد 2007، وجيت اليوم ندوز تيست في نادي رحال غنيان التعريف، والحمد لله تم الاختيار ديالي. السلام عليكم، انا سميتي اسماعيل صافي الدين، كنسكن في بني ملال، وتفرجت في دي فيديو على نادي رحال، وجينا الحمد لله تقبلنا في التيست الاول والثاني. السلام عليكم، انا سميتي احمد حساني، من مواليد 2007، جيت ندوز التيست في نادي رحال والحمد لله تقبلت. انا معاذ خولال، كنسكن في حي محمدي، من مواليد 2007، حارس مرمى، جيت اليوم ندوز التيست في فريق ديال الرحال والحمد لله تقبلت، وهذا شرف لي انني نكون من هذا الفريق هذا، والحمد لله راه هو فريق خرج لعابه كبار بحال اوناحي، تبارك الله دابا كاين في المنتخب، والحمد لله على كل حال. انا مسرور بانني جيت للتيست ونجحت، والحمد لله كنتمنى الاكثر، مثل كما خرج اشرف داري حتى هو نكون قدوه انا لاي لعاب مثلا، وان شاء الله نتمنى لي اكثر خير. بسم الله الرحمن الرحيم، سميتي زكريا الصافي، كنسكن سيدي مؤمن، جيت اليوم ندوز تيست في نادي رحال لكره القدم، راه معروف كيعرفوا سيدي مؤمن كله وكازا كله، والحمد لله انا من المحظوظين اللي نجحت في التيست هذا، وان شاء الله نقدم اضافه لهذا النادي. وشكرا، كن صافي. مرحبا رحيم، معكم اسماعيل طوطن، مواليد 2007، اليوم جيت ندوز الحمد لله التيست وتقبلت، والنادي رحال اللي معروف في المغرب كامل، وخرج بزاف د اللاعبين بحال اوناحي، وكنتمنى ان شاء الله ندير شي حاجه مع هاد الفريق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، سميتي عثمان خشان، مواليد 2006، جيت اليوم ندوز التيست في نادي رحال في الكاتيجوري ديال 2006 2007، وكان يوم اخر تيست والحمد لله تقبلت، وكنتمنى نقدم اضافه لهذا النادي وان شاء الله يكون خير يا رب العالمين.